تنفيذاً للقرار الجمهوري بالإفراج عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن المحكوم عليهم المشمولين بالقرار من كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجى. في خطوة إنسانية تعزز من القيم الاجتماعية والوطنية وتراعي الظروف الإنسانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 324 لسنة 2024 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم من كبار السن وذوي الحالات الصحية المتراجعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وهي خطوة بعثت الأمل والحياة في المفرج عنهم، خاصة أنها لا ترتبط بمناسبة وطنية مثل باقي قرارات العفو، وإنما جاءت استثنائية ببعد إنساني. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوز تنجى. يا مصر وفيت بوعدك بالإنسانية، ستمائة وخمسة نزيلاً بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي وفقاً للمراجعات القانونية من لجان العفو الرئاسي التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتحديد المستحقين للعفو. أقيمت لهم احتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل، عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الاستثنائي الذي فتح لهم باب أمل وحياة. العفو الرئاسي اللي عمله الشاطر الرئيس ده دليل إن هو فاكرنا ومهتم بينا جدا، ويعني احنا مش عارفين نقول له إيه يعني بصراحة، يعني كتر ألف خيره على اللي بيعمله معانا وفي البلد وفي كل حتة. بالنسبة لقرار السيد الرئيس، لما هذا القرار كأنه أحيا الإنسان من جديد، واحنا بنحمد ربنا ان ربنا احيانا من جديد، وفرحه لا وصف لها. ده حاجه، ده انا دموع بتنزل من عينيا انا واحد لوحدي من الفرحه. ربنا يخليك يا ريس، ربنا يخليه، ربنا يخليه. اللي عمله معانا ده ما حصلش قبل كده في سجون مصر كلها. الرئيس السيسي يكفي شر المرض ويرضيه زي ما رضانا يا رب. ده برضه خاطرنا وفرحنا، بس كل الناس مصدقين برضه يعني حس بينا وفكر فينا ان احنا كبار السن مش مستحملين. فرحانه جو 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 جو، فرحانه يا سيسي جو اللي انت مطلعتني العيال، ويجبر خاطرك ويخليك. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب لك يا رب. أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي أعدتهم للاندماج في المجتمع وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعي حقوق الإنسان والسعي نحو تحقيق الأفضل في حياتهم الجديدة في وطن يحترم ويستوعب الجميع. الراجل ده حس بينا وتعبنا، الراجل ده ربنا ينصره على من يعدي يا رب. يا مصر وفي إنساني فتحت باب علمني معنى الحياة، شكر للي نادى وادى فرصة للحياة. وقد شهد محيط مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف المحافظات تجمع أهالي المفرج عنهم الذين استقبلوهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم، وثمنوا غالياً القرار الرئاسي الذي يعد مفاجأة لهم بكل المقاييس، ويجسد استراتيجية الجمهورية الجديدة في احترامها لكرامة وحق الإنسان. احنا بنشكر الرئيس على الفرحه دي. متشكرين للسيسي، متشكرين للسيسي. ده القرار اهم قرار في حياتي كلها. الف شكر يا ريس اللي انت روحتنا للعيال. ربنا يخلي لينا ويبارك له ويخلي لينا ويطلع لاختي. الحمد لله. ربنا يخليك لمصر. ايوه. وربنا يعينه. احلى حاجه عملتها اللي انت طلعت لنا امنا بالسلامه. ربنا يخليك لينا يا رب. قولي له ما يجيش. ده
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا جمهورية مصر العربية، عيش السيد الرئيس على عفو كبار السن. عبد الفتاح السيسي احفى عنا في الدنيا، ربنا يحفى عنا في الآخرة. الله أكبر، ربنا يحفى عنا في الآخرة كما عفى عنا في الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. قرار رئاسي إنساني يرتكز على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفرصة لإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع بشكل إيجابي، ويجسد حرص الدولة على دعم القيم الإنسانية والاجتماعية. فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وذويهم بهذا القرار الرئاسي ذو البعد الإنساني بالإفراج عن عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من كبار السن والحالات المرضية. هذا القرار الرئاسي يؤكد على البعد الإنساني في السياسة العقابية التي تسعى إلى سرعة دمج المفرج عنهم في المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.